وفي حول النزاع يعني في كلام من المعتزلة ومن الخوارج ومن في كلام المعتزلة. فالأولى أنه لما يكون في موضوع شائك مهم حوله شيء من التنازع ممكن كلام يقدر الإنسان وفوق في الذي يأمنها. قلنا أنه أدلة أهل السنة ذكرنا منها قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وذكرنا أن جمهور المفسرين على أن الزيادة المراد بها النظر إلى وجه الله الكريم واعتمادهم في ذلك على أحاديث نبوية فذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة أو أيدها بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وفي رواية أخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني جاء هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى من الصحابة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس اجتهادا يعني، ولكن هذا إيه مستنده أقوال وردت عن الصحابة رفعوا إيه الكثير منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في الصحيح. وكما قلنا بأن أحاديث الرؤيا متواترة يعني بلغت ايه حد التواتر، واضح ولا مش واضح؟ وقلنا كذلك السؤال اللي هو الرؤيا دي يعني اعظم نعمه، اعظم من دخول الجنه نفسها. ولو حرم اهل الجنه من رؤيه ربهم وهم في الجنه لاستغاثوا من الجنه كما يستغيث اهل النار من النار، فهي نعمه اعظم من دخول الجنة. فكيف يعبر عنها بالزيادة؟ يعني حاجة زيادة يعني مش مهمة مش من الأصل يعني. إن السر في التعبير عنها بكلمة زيادة التنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات أو تدخل في مقابل جزاء الأعمال الصالحات. يعني انت احسنت لك الحسن ده مقابل احسانك، اما الزيادة ليست في مقابل الاعمال ولا في مقابل، ولكنها محض تفضل وانعام منحة من الله، يعني مش في مقابل الاحسان بتاعك او مش في مقابل اعمالك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الذين احسنوا الحسنى ليجزي الذين احسنوا بما عملوا. الزيادة دي يعني معناها ايه كلمة زيادة؟ ليست في مقابل اعمالك او ليست في مقابل احسانك او حسناتك، بدليل قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم انتقلنا بعد ذلك الى كلام علماء السلف. الامام مالك رضي الله عنه استدل بدليل عجيب غير الكلام اللي قاله في الاول، لكن الكلام نقل عنه القرطبي والقاضي عياض. قال مالك لما حجب الحق تعالى اعداءه فلم يروه تجلى لاوليائه، ولو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامه فلما يعير الكافرون بالحجاب؟ اذا الكل محجوب. فلما الإمام الشافعي رضي الله عنه على إمامته وجلالته ومكانته قال لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله. لو أنا مش موقن لأني سأرى الله تعالى طبعا في الآخرة لما إيه عبدته. وأحاديث الرؤيا كما قلنا متواترة وتلقتها الأمة بالقبول، وذكرنا منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ثم تكلمنا عن حديث أو أحاديث الصورة، يعني نراه تعالى في صورة أو في أحسن صورة، وقد ورد أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أن المؤمنون يرون ربهم في صورة كذا. فالصورة تكلمنا عن إيه المراد بإيه الصورة. ثم وقفنا على إيه الرؤية المنامية، يعني هل يرى الله طبعا في الدنيا يقظة لم تقع لأحد يقظة. يعني نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى ده في خلاف في وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، في خلاف هنتكلم فيه.
نقل القاضي عياض أنه لا نزاع في وقوعها وصحتها، يعني وقوع الرؤية المنامية وصحتها، ولا يلزم عليها ما يلزم في اليقظة من الكلام يمشيش فين في الرؤية المنامية. فإن الشيطان لا يتمثل بالله تعالى كما لا يتمثل بالأنبياء. بعض الناس قال يعني الشيطان يمنع أن يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يتشكل في، ما ينفعش، لأن الله تعالى ليس له صورة. إذا كان هو ممنوع من التصور في صورة من له صورة وله هيئة وله مثال، فكيف بمن ليس كمثل؟ يعني معناه هذا أمر معلوم البطلان. يعني إذا تجلى لإنسان على أنه هو الله فيعلم كذب أن الله تعالى لا صورة له وليس كمثله شيء، إذا ما فيش نزاع. فالشيطان لا يتمثل، يعني مثلا نقول فإن الشيطان لا يتكون من أو لا يتشكل في صورته، وكذلك لا يتمثل الشيطان كما ثبت في روايات لا بالله ولا حتى بالملائكة ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالسحاب. يعني في أشياء الشيطان لا يتمثل فيها، وكل هذه راجعة إلى النقول والأحاديث. الإمام ابن حجر رضي الله عنه قال: جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقا، يعني من غير أي قيد في صورة. قالوا بس يكون فيما، لو قال مثلا رأيت الله تعالى مثلا في صورة رجل، يبقى إذا ليس هذا الرجل اسمه رأى الله تعالى في أمر كلي، ولكن الجزئية الخصوصية يعني يصدق أنه رأى ربه، ولكن ليس معنى هذا أن الرجل هو هو ربه. تحدي بيته هذا في موجود في الصحيح أن الله تعالى إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب أول الوجه، أن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة المخلوق هذا المضروب. يعني خلق ربنا آدم على صورة هذا الوجه الذي تلكم عليه أخاك، فعلى صورته راجع إلى إذا ضرب أحدكم أخاه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة هذا الذي تضربه. يعني تعرف الهيئة التي أمامك التي كرمها الله تعالى وأحسن خلقها، أنت هذه الصورة نفسها هي التي خلق الله تعالى آدم عليها، فاحترم هذه الصورة واجعل لها قداسة ولها مكان، لأن الله تعالى خلق صفيه ونبيه آدم عليها. وبعضهم قال إن الصورة هنا ترجع إلى إلى الله تعالى، بمعنى على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، لأن الله تعالى خلق آدم على هذه الصورة، فهي صورة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال الضمير يرجع إلى الله تعالى، إن يرجع الله أنها صورة مخلوقة لله، زي نقول هذا بيت الله. لما أنظر هذه هذه صورة الله، إما معناها هذه صورة خلقها الله، تمام كده، أو على صورته يعني على صفته، جعله سميعا بصيرا متكلما عال، يعني على على صفته، خلاص كده لها أكثر من ما. قال ابن حجر نعم، جوز أهل التعبير. إذا كلام مين ابن حجر؟ يعني اللي بيعبروا المنام مش فيه، وانت لما يشوف منام مش عاوز معبر. جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقا. والإمام الغزالي قال: إن ذات الله منزهة عن الشكل والصورة، ولكن تنتهي، ولكن تعريفات الله إلى العبد، يعني كيف يتعرف الله أو كيف يعرف العبد أن هذا ربه، قال: بواسطة مثال محسوس. نقول ربنا في غاية التجرد وفي غاية التنزيه من حيث ذاته، لكن العبد إمكانات لا تبلغ إلى التنزيه المحض، ولكن لابد من مثال، يعني من نور أو غيره أو صورة، ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف.
فيقول الرائي يجوز على الرائي أن يقول رأيت الله تعالى ولكنه رأى هذا المثال الذي يدل على الله، لأن هذا المثال خلقه الله تعالى له ليتمكن من رؤيته، فكيف يرى من ليس كمثله شيء؟ إن جاءنا القادر في قوله رأيت الله، زي ما أنت تسمع الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي يقرأ فتقول سمعت كلام الله، وانت سمعت مين صوت مين منشار ودلك على مين، لانه ليس منك قرار راضي كده بالضبط يعني. كهذا المثال تماما. وقوع الرؤيا في الدنيا دي المسألة نخلص دي ان شاء الله. لم يحصل طبعا لبشر غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما في ذلك من الخلاف، يعني حتى بالنسبة للسلم ليس في محل اتفاق، يعني القول بوقوعها في الدنيا لا يجوز لغير نبينا صلى الله عليه وسلم على ما في ذلك من الخلاف، يعني على رأي يعني من قال به، ومن ادعاها غيره لو واحد ادعاها غير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يقظة فهو ضال مضل بإطباق المشايخ، حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره، يعني بعض العلماء الكبار صرحوا بكفره، قالوا لأن موسى نبي ورسول وكليم الله ولم تحصل له، أفتحصل لأحد الناس؟ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف في رؤيته لربه، فكيف تثبت لغيره؟ يبقى إذا ادعى أحدا خلاص كده، زي ما قال الإمام الشافعي حتى مش في رؤية الله وحتى في رؤية الجن، قال من يزعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا، ومش نبوة بعد إيه سيدنا عمد خلاص كل اللي يقول شوف الجن شهادته لا تكون. فعائشة رضي الله عنها وبعنه هي أم المؤمنين نفتها، نفت الرؤية، وهذا هو المشهور، خذ بالك ليس فقط عائشة واحدة، ولكن هذا هو المشهور عن ابن عباس عن ابن مسعود وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وإليه السيد عائشة معها مين في موضوع عبد الله بن مسعود أبو هريرة وسيدنا معاوية، وإليه ذهب كثيرون من المحدثين الحديث والمتكلمين، يعني في كثير من أهل الحديث وأهل علم الكلام أيضا على مذهب من أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى إنه أبو سعيد الدارمي بالغ في ذلك فنقل الإجماع، ادعى الإجماع على إيه؟ على ما قالته من، وقالوا كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج رؤيا منامية. ومنحصر الكلام هنا على يعني كلام السيدة عائشة مش في جواز الرؤيا واستحالتها، الموضوع اللي كنا نتكلم فيه من بعض العصر، لا ده في وقوعها للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، الخلاف هنا في النقطة دي، أما الموضوع الثاني ليست السيدة عائشة مع المعتزلة فيما قالت، لا إذا سيدتنا عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابو هريرة وغيرهم بل المشهورين قالوا بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج رؤيا منامية، ولذلك استدلوا حتى باللفظ اللي في الآية وما جعلنا الرؤيا، وطالما كده بالألف فهي رؤيا منامية، ورأيت في المنام رؤيا، أما الرؤية بالتاء دي الرؤية البصرية، وجاءت في القرآن كده دي رؤية منامية. وقال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، يعني ما تحملش حتى تسمع، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فهو كذاب، أو من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار، ناخد بالك تكلمنا في الآية دي كلام
ونقلنا كلام ابن تيمية نفسه كان من أجمل ما يكون، وهو في الأساس كلام نحن مش برا. واستدلت به ثاني، قرأت بعد ما قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار، ثم قرأت بعدها ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بقية الآية معروفة. ومن حدثك أنه يعلم ما في بدن فقد كذب، ثلاث حاجات. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، وقرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم ختمت بقولها ولكنه رأى جبريل، يعني تشير إلى إيه؟ ولقد رآه نزلة إيه أخرى، رآه مرتين، أي مين؟ أي جبريل. هذا هو إيه المذهب الذي قال بنفي وقوع الرؤية في الدنيا. طبعا إذا انتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أو لا عن غير بعض من خلص، لربما يأتي إجابة سؤالك في أثناء التقرير. المذهب الثاني مذهب مين؟ من أثبت الرؤية لله تعالى، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه. بعضهم قال وهم يعني العينان في مكانه، وقال قال تحولت أو إلى الصدر أو إلى كأنه، المهم إيه؟ بعيني رأسه. وهذا مذهب مين؟ ابن عباس، هو مشهور على ابن عباس، ولكنه مذهب أنس أيضا وأبي ذر وكعب والزهري وعروة بن الزبير اللي هو خالته مين؟ سيد عائشة. وكان يشتد على عائشة في إنكارها لرؤية، ودي يمكن أول مرة تعرفها، يعني خالف أم المؤمنين، وما ذلك كان ينكر عليها هذا الرأي. وكان الحسن، حسن بن علي لم تعرف أسماءه رضي الله عنه، كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، كان يقسم، وأظن واحد من أهل البيت بهذه المكانة. وكان الإمام أحمد بن حنبل، طبعا هو الإمام أهل السنة والجماعة، كان يقول أنا أقول بحديث ابن عباس أن النبي كان يقول، أنا أقول سيدنا الإمام أحمد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، بعين رأي. فكان الإمام أحمد يقول كده بعينه رآه، وما زال يكررها حتى انقطع نفسه. نعم، يقول رآه، يعني التأكيد ليه؟ في الإثبات وفي إصراره على هذا القول. خلاص كده احنا قلنا الامور. نعم، طب هنا الرد ايه او نقاشنا مع المثبتين بالنسبه لمين؟ للنافين، يعني في مثبت وفي ايه نافي. اول شيء تعال نعمل موازنه بين الرايين او بين المذهبين. نعم، اول شيء في قاعده مهمه انتم عارفينها في الاصول، ان المثبت مقدم على الايه النافي، ومن حفظ حجة على من ايه سلم له. يبقى في من يثبت وفي من ايه يمشي، نقدم مين؟ نقدم الاثبات، قاعده مهمه. ولذلك قال معمر ابن راشد ما عائشة عندنا باعلم من ابن عباس. ابن عباس اعلم من عائشة، طبعا حضر امه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين رضي الله عنها لم تكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به، ولم تكن تميز في هذا الوقت، والمعراج حدث في أول الإيه البعثة. وعائشة ابن عباس مكنش موجود أصلا في الدنيا. نعم، ابن عباس ولسه جاهل كلامه،
يعني السيدة عائشة رضي الله عنها ما كانش في هذا الوقت متحملة يعني مميزة، ولم تكن قد بلغت العاشرة يوم الهجرة على الأرجح. أما معاوية لم يكن قد أسلم لسه. بناء على هذا يثبت لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لعلها قالت ذلك اجتهادا استنادا إلى الآيات التي قالت، تمام، يعني لم تذكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك، يعني بدليل أنها عندما ذكرت ذلك احتجت بالآية مباشرة ولم ترجع قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان كلامها ودل انت الشبهة اللي جات عندك انها لم تكن موجودة او ابن عباس لم تكن موجود، لكنها ساعة احتجاجها لم تخبر عن واقع الاسراء لانها لم تكن مميزة فيه او لم تكن مدرك، ولكن بعدين لما كبرت فهمت من الآية هذا المعنى الذي تخبر به فاحتجت بالآية، واحتجاجها بالآية الكريمة خالفها فيه ابن عباس لأن المراد من الآية الرؤيا مع الإحاطة، فقلنا الرؤيا على نوعين، رؤيا مع إحاطة بحدود المرء ونهاياته وهذه هي المنفية، ورؤيا من غير إحاطة وهذه هي المثبتة. أما احتجاجها بقوله تعالى وما كان لبشر فالجواب أنه لا يلزم مع الرؤيا وجود الكلام، فممكن الرؤيا بدون كلام وممكن الكلام من غير رؤيا، فلا يجوز الاحتجاج بهذه الآية، فمش معنى إثبات الكلام إثبات الرؤيا، فقد تكون الرؤيا من غير كلام ويكون الكلام من غير رؤية. في دليل أن سيدنا موسى لما كلمه ربه هذا مقطوع به لم يرى فقال أرني أنظر، فلو كان في كلام مع رؤيا مع كلام إيه داعي يقول ربي أرني، يبقى إذن احتجاجها بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله، الجواب أنه لا يلزم مع رؤية وجود الكلام أو أنه عام مخصوص بما تقدم. المروزي قال قلت لأحمد، يعني كان من تلاميذ الإمام أحمد، بيقول بأي شيء ندفع قولها، يعني قول أم المؤمنين عائشة، يعني ده قول لأم المؤمنين ولها مكانتها وجلالتها، فيعني عاوز يقول يعني لا نستطيع ان ندفع قول عائشة رضي الله عنها، فقال له الامام احمد بل يدفع قولها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه قال رأيت ربي، وهذا في صحيح مسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. هناك من خلاص كده إذن مذهبين، إذن خليك مع الجمهور والنصوص شاهدة بذلك. هناك من توقف، نحن جبنا كم مذهب لك، مذهب المثبت ومذهب النافي ومذهب الثالث وهو اللي توقف. اللي توقف من أين جاءت الشبهة؟ بما ورد، قلنا الإمام الشافعي ما توقف بل أقسم بالله قال يعني لو أني أوقن أني لا أراه لا أعبد. اللي توقف برضو مستند أحاديث اللي هي أحاديث الرؤية وموجودة في مسلم والبخاري وغيره، من جعل ذاته تعالى نورا، لما رأيت نورا أو نور أن أراه، وفي رواية إني أراه، بل هذه الأحاديث التي ورد فيها نور أن أراه يعني يعني نور لا أراه، أن أراه يعني لا أراه، لم نفي مش إثبات، أي لا أراه، لأن العادة جرت بأن النور إذا غشي البصر حجبه عن رؤية ما وراءه،
لما النور يكون شديد كده ويغشى الأبصار ما تشوفش. بدل انت لما تفتح في الشمس كده لا ترى ايه شيء. النور يحجبك عن ايه؟ عن رؤية الناس سواء. ورؤيا اني ارى القاضي اياك قال كيف يسمى او يقول رأيت نورا مع ان النور جسم ومحال ان تكون ذاته تعالى نورا. ولكن معنى نور كما في قوله تعالى الله نور السماوات يعني منورهما او خالق نورهما او مظهر هذا الوجود. يعني اذا معنى نور اي ذي النور يعني معناها ذي النور او خالق النور. ماشي تمام كده. اذا النور جسم يتعالى الله تعالى ان يتصف به. نعم. ومحال أن تكون ذاته نورا. وكل هذه الأحاديث المذكورة دي لا يحتج بواحد منها لإفصاحها بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى. وجاء العكس في الصحيح رأيت ربي. نعم. في رواية ثانية رأيت نورا. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لم يرى الله وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله. فهو معنى رأيت نورا يعني الذي رأيته نورا وهذا النور هو الذي منعني من إيه؟ من الرؤية. إذا معنى هذا الحديث ورأيت نورا أو نور أن أراه كل ما شاكل هذه الأحاديث معناها مع الحديث اللي هو إيه؟ حجابه النور. يعني انت كده رأيت الايه الحجاب. فكيف اراه يعني نور ان اراه يعني كيف اراه مع كون حجابه النور الذي يغشى البصر. فهذا الحديث مثل حديث حجابه النور في رواية حجابه الايه النار. الا ان الامام النووي علق على حديث ابي ذر فقال التقدير رأيت نورا أو نور أن أراه لو أزال المانع اللي هو الحجاب يعني. وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى سبحانه وتعالى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره ومن انتهى إليه بصر يعني جميع الإيه لأنه ما فيش شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى إنه بكل شيء بصير. يبقى معنى كده ملخص هذا الكلام إن الرؤية بالنسبة للمسلم هذا وللمختار كما يقول صاحب الجوهرة هذا وللمختار دنيا ثبتت على قول إيه المثبت. أما على قول الناس يبقى لم تثبت لأحد في الدنيا وإنما الكلام في جوازها عقلا وفي وقوعها او وجوبها شرعا في الاخره قامت الادله عليه كالشمس في ضحى ومن اعرض عنه كان في ظلمه الليل اذا يغشى. خلاص كده اقرا كلام الشيخ وصل لحد فين؟ رجعت مرتين. نعم رجعت مرتين المثبت فين؟ في المثبت طبعا أن السيدة عائشة ذكرت أن ذلك باجتهاد منها وهذا ما فهمته من الآية وقلنا الآية لا تدل على ما فهمته والآية الثانية كذلك. معنى هل يظن أنه بالنسبة لحديث الإمام مسلم مولانا اللي هو ما كان لبشر هي قالت ما ليش وما الآية إيه لا يبدو وما كان لبشر. أنا قرأت الآية إن هي كتبت الواو والآية والواو والنصف أسيب هذا لي لا بس هي نفس الحديث يا مولانا أنا ما غيرش معنى عشان خاطر إن هي كتبت الواو من بضع من تكلم بمنطوق الآية والقرآن. معنى تقول أن أرى أن أرى أن يعني كيف أرى أن النور لا يغشي البصر ويمنع من رؤية غيره. يعني قد يكون تعددت لأن الرؤية فيها تفاوت من فين ما بقرأ الشرح الأعلى مقام الرؤية الرؤية
حتى قال أتعجبون أن تكون الرؤية لمحمد والكل الإبراهيم والكلام لموسى. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، معناها أعلى حاجة الرؤية. الكلام هنا ما ضبط كله. الكلام مع الرؤية يكون أعلى، يعني الكلام مع الرؤية يكون أعلى من الكلام. هم يبادل. ثم كملت الكلام. الكلام وحده أعلى من بقية الأنواع. تمام في نقطة في أعلى من الكلام مش مذكور الكل. إبراهيم خليل. تمام. هنا من غير للتبعيد مش للحفظ. منهم من كلم الله. وعلمنا ليه ورفع بعضهم فوق الكلام بس. منهم سيدنا محمد ومنهم سيدنا نوح. يبقى هنا منهم من كلم الله تشير الى مين؟ لانه لم تذكر جميع الرسل، لم تلك الرسل رسل عدد كبير، فذكرت البعض وذكرت الكلام ولم تذكر الكل مع انها اعلى من الكلام. تمام. ولم تذكر الرؤيا مع انها اعلى من الاثنين من الكل والكلام. ثم قال تعالى في وسط الآية ورفع بعضهم درجات، يعني فوق الكلام. وده إشارة درجات بالتنكير، ويدخل فيها يدخل في درجة أعلى من كده وفي درجة أعلى من درجات، يعني بعضها أرفع من إيه؟ من بعض. وبعدين قالوا آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. كلام ابن تيمية اللي هو ذكره هنا في ابن القيم نقله عن ابن تيمية في كتاب ما كتبتش ليه المرجع. ابن القيم نقله عن مين؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا ابن تيمية خلاص بيجي شيخنا جميعا. واحد يسألني هل هو ابن تيمية من أهل السنة والجماعة ولا ليس من أهل السنة؟ كانت معركة شديدة وكان في مؤتمر وكان في المراكز وفي المدينة. فطبعا يعني هو نقض أصول الأشاعرة وأصول أهل السنة، فكيف يكون منهم وخالفهم في موضوع الصفات وفي أشياء كثيرة، فمش ممكن. فاشتدت المعركة هل هو من أهل السنة ولا ليس منها، فاتجه الكلام كثير من الناس على أنه ليس من أهل السنة والجماعة، وبعضهم قال لا هو من أهل السنة والجماعة. فإن حد أن جاء رجل يعني موفور العقل وصاحب فكر ثاقب وأزهر من الطراز الصميم مثل يا مولانا ونصر ما قلت أزهر يعني حيكون من فقال إنه من أهل السنة والجماعة إلا في هذه المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة. فكان كلام جميل جدا. شوف كده خرج بإيه من قالوه من أهل السنة، لأن طبعا هو لم يخالف في كل شيء، ده في مسائل معدودة. يبقى في المسائل التي وافقوا إيه منهم، والتي خالف ليس إلا فيما شذ فيه أو خرج عنه خلصنا. كانت إجابة حكيمة زي ما كان أيام سعد زغلول أيام شافين كان في حزب الوفد، وجات الوزارة الجديدة وشافين وراحوا إيه كان أيام النحاس بس، وراحوا قالوا الملك وهو كان مجهز إيه ورقة الاستقالة، لكن هم يظهر الآن حسن إن هو حيستقر. راحوا هم اللي إيه أقالوا. فاختلف الناس هل هو استقال ولا أقيل. هذه مش الوزارة يقول هو في الجرائد، لا ده هو استقال. وبعدين جماعة قال لا هو مقيم. فخرج واحد برأي على الناس قال لا هو لا استقال
ولا أطيل ولكنه أستقيل. ما هو كله جمع بين إذا مم مم هو الأستقيل يعني هو. احنا نقرأ من أول كله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين آمين. واجزم أن يقطع واعتقد وجوب الأخ في الإسلام إذ الأب الذي خرجنا بسببه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان واحد وهو النبي صلى عليه الصلاة والسلام. يعني أنت كده أن ظلم أبوك على طول لأنه هو أنا وأنت متحدين أو في النسبة إليه اللي هو بسببه أخرجنا من الظلمات إلى النور. وابن مسعود كان إذا قرأ وأزواجه أمهاتهم كان يقول وهو أبو لهب وهو أبو لهب أو هو أبوه. والله تعالى نسب المؤمنين إلى إبراهيم على أنه أبوه ملة أبيكم إن هو أرحم المسلمين بالمؤمنين جميعا إلى أن تقوم الساعة. وكلمة إبراهيم زي ما قلنا ليس اسما عربيا إنما معناها أب رحيم. إبراهيم هو أب رحيم ونسب إليه المسلمون جميعا إليه ونسبت الملة إليه ملة أبيكم إبراهيم. يعني المسيح رحمه الله كان يقول يعني هذه اللفة يعني الرؤية يعني هذا اللفة يقول الأشعارة لما موليش في الرؤية زي ما أول في بعض الصفات أو يقول يعني إن هي بعض المتشابهات يعني هي مثلا وصف أو في أخر خلافين هم أول في اليد والوجه يعني ولا أنت مش موجود معانا نسيت نتكلم نسيت مش كنت معانا من البداية وبعد كده تقول خلافي خلاص مش تخاف خليك مع الإمام الشافعي ومع الإمام مالك سيبك من النظر. رؤية الإله سبحانه وتعالى بمعنى الانكشاف التام بالبصر أي بوقوعها في جنة الخلد أي الإقامة على سبيل الدوام حال كون الرؤية حاصلة بلا تناهي للمرئي تعالى أي من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته. هذا اللي هو في إحاطة بحدود المرء هو الإدراك الذي نفته الآية هو ذا نعم من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى. فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك. شوف كده بيقول لك يعني أنتم تعلمون الله تعالى أنه مش ده علم وده إدراك مش نوع من الإدراك يعني تدركونه يعني تعلمونه يعني تدركونه بلا حد ولا نهاية فكذلك تكون الرؤية بلا حد ولا نهاية ولا كيف فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرائي. وقلنا ان هذا كله هو السبب في ان المعتزلة تمسكوا باستحالة الرؤية. وهذا معنى ايه؟ انهم لم يقولوا بان الرؤية مستحيلة في ذاتها ولكن لما يلزم ان يكون في مكان او جهة او باتصال شعاع او بمسافة بينه وبين الرائي. حتى أهل السنة لما قال صاحب الجوهر وجاء الرؤية الإله بالأبصار. شو كلمة بالأبصار يعني إيه؟ يعني هل نراه بحدقة العين ولا بعضهم قال إيه الأبصار يعني العين العيون يعني حدقة العين وبعضهم الأحداق بعضهم قال المراد بالأبصار يعني الوجه وجوه يعني بالوجه كله وبعضهم قال بالجسم بالكل بكل إيه الجسم وهذا كلام أبو يزيد البصراني قال بكل مش بالوجه فقط والآن الوجوه عبر بالجزء وأراد الكل موجود بس يعتبر ما قلنا يعني شفنا أكبر قال نرد عن ربنا نقول له إيه الرؤية نسبة بين حكمنا إيه كان بالجزء نسبة بين طرفين وبوفاق الخصمين أنهم لا يقولون بهذا اللازم في طرف من الطرفين. يعني إذا كان لا بد في الرؤية من مقابلة وجهة ومسافة ولأجل هذا كله قالوا بامتناع الرؤية نقول لهم
فبالطرف الثاني اللي هو الحق تبارك وتعالى الا يرانا؟ بلى. حد يقول ايه؟ بلى. هل معنى ذلك انه هو في جهه وهذا يلزم في طرف ولا يلزم في الطرف الثاني؟ نعم. يعني اذا كانوا هم حينفوا الرؤيا عني نحن بالنسبه له، هل ينفوها عنه بالنسبه لنا؟ لا. تقول له مش عارف، هو ليس في مكانه وانتم تقولون وليس في جهه وليس وليس، فلم يلزم هذا بالنسبه للمرء. نعم. والمرء طرف من الطرفين. فممكن يكون نفس هذا الكلام بالنسبه للراعي ايضا. نعم. لان الراعي عندك ايه؟ مرء. ده هم لما اختلفوا المعتزله مع بعضهم وصلوا الى شيء من الجرأة العجيبه، لانهم حتى نفوا عن انه تعالى يرى نفسه ويرى ذاته. منهم من ايه؟ من قال بهذا القول. نعم. لأن الرؤية عندنا لخلق الله تعالى في أي محل شاء، وليس بلازم ألا يكون إلا عند اجتماع الشرائط كما سيأتي توضيحه. يعني هي بخلق الله في أي محل، يعني ممكن يخلقها في زرعة في ظهر، يقول كان يقول استوى فإني أراكم من كلبي. نعم. يخلق الرؤية في الظهر أو في العين أو ممكن يخلق الكلام في الأيدي مش في اللسان. نعم. وتكلمنا أيديهم مش ألسنتهم. نعم. قادر يخلق الكلام. وتقع لكل من دخل الجنة من إنس وجن من هذه الأمة وغيرها. يعني إن شاء الله هتقع لكل من دخل الجنة. من دخل الجنة خلاص، نقول قبل كده ثانية خلاص، ما دخل الجنة خلاص. نعم. من إنس وجن من هذه الأمة وغيرها، حتى النساء والصبيان. حتى النساء والصبيان وتتفاضل. وبعدين الشيخ تحت بيقول لك والبل والمجانين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه، ومن اتصف بالتوحيد من أهل الفترة لأنه إيمان. شوف ده دليل على إيه؟ استنبط هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، وفسرنا معنى لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم الى بعض فيقول ايه ارنيه، يعني ما حدش ينضم للثاني عشان فيرى كل واحد منفردا، او لا تضامون من الضيم يعني لا تظلمون فيستوي الجميع في الرؤيا، يعني لا يراه بعضكم دون بعض. قال انت في الجنه وهي محل الرؤيا، خلاص يستوي كل من في الجنة، نساء مجانين كل. وتتفاضل الرؤية كما وكيفا ولذة على قدر العلم بالله تعالى. إذا من حيث أصل الرؤية ما فيش تفاوت، كل مستوفي، إنما التفاضل فيه كما، يعني حتراه كل جمعة، في حتراه كل شهر إن شاء الله، في يوم في الجنة ويوم المزيد اللي هو يوم الجمعة هنا. والإمام سيدنا عبد الله بن مسعود يقول الناس في قربهم أو في رؤيتهم لله على رواحهم إلى الجمعة، فاللي يكون الأول والثاني، وحتى إن مرة دخل فكان رقم أربعة فزئ جدا، قال أنا رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. الناس يتفاضلون في الجنة في رؤية الله كتفاضلهم في الذهاب إلى الجمعات. وكذلك منهم من يراه في الأسبوع مرة أو مرتين، يعني في تفاضل في الكم يعني في العدد. نعم. وفي إيه الرؤية بتاعته متصلة ما تنقطعش خالص. نعم. وفيه اللي كل سنة مرة، المهم في رؤية. نعم. في رؤية عامة في كم وفي إيه؟ كيف. إيه الكيف ده؟ ها؟ يبقى تتفاضل الرؤية كم من عرفناه. كيف يعني معناها كيفية الرؤية؟ ولذة الرؤية لذة شديدة لذة مثلا على قدر العلم بالله تعالى وحبه في الدنيا. عند التفاضل ده ما فيهوش مجاملة، يعني أشد أو أكثر الناس علما يعني هم إيه أعظم الناس في المسألة دي. طبعا أكثر الناس أو أعظم الناس علما بالله هم الأنبياء والرسل، وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إني لأخشاكم وأتقاكم لله وأعلمكم به. نعم. وحبه طبعا أعظم الناس حب مين؟ الأنبياء. كمل.
حتى إن البعض لا تنقطع عنه أبدا، كما أنه كان في الدنيا لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى أبدا، كذا ذكروا. يعني معناها الذي كان في الدنيا قلبه لا يتعلق بغير الله أبدا، إذا معناها لا تنقطع عنه رؤية الجنة أبدا. فمين اللي كان قلبه ما يتعلقش بغير الله؟ لا يوجد إلا المعصوم، لازم على الشهوه ولا الجوع ولا اي حاجه، حاجه كده يتعلق بيها خلاص. وهي ثاني كذا ذكروا، يعني كذا ذكروا ذكروه ليس يتبرأ من مثلا فين، يعني ليس يتبرأ من قول مثلا كذا ذكروا كذا قيل او كذا قال كذا قال حصل يعني. اذ الوقوع اي وقوع رؤيته تعالى جائز بالعقل، اذ العقل اذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها. وتقرير الدليل العقلي أن قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة أن نميز بين الأعيان والأعراض. يبقى الدليل العقلي بيقول لك إنه الموجودات ترى، وإذا لم ترى فليس الأمر يرجع إلى ذاتها أنها لم ترى، وإنما لمانع أو لحجاب بيننا وبينها، أو لأن الله تعالى لم يخلق فينا هذا الإدراك. فالملائكة موجودون والجن موجودون، ولا نرى الملائكة ولا نرى الجن، شكرا؟ ومع ذلك نقطع بوجودهم. وإنكار الجن أو إنكار الملائكة كفرا. ليه؟ بس إنكار الملائكة أعظم، لأن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة. لو أنكرت الجن كفر زي إنكارك للملائكة، لكن الجن مش من أركان الإيمان. لو أنكرت وجودهم فأنا هتكذب بهم، وليس من لأنه تكذيب يبدأ في صورة مع صورة الجن. وإن تعرف لوجود الجن يعني معناها ذاك ربنا ذا في سورة الجن ذا عبث. وكان واقع الكلام ذا بين مين؟ بين الغزالي ومين كان من المفسرين في عصره، في عصر الإمام الغزالي، لا مش عارف مين من المفسرين معاه، نسيت اسمه، كان ينكر وجود الجن خالص نهائيا، وكان يشتد في ذلك. وبعدين كان الإمام الغزالي في من الجن من يحضر درسه وعلى صلة بهم، وكان هذا الرجل يؤلف في تفسيره، موجود في التفسير نفسه أنا قرأته، مش عارف تفسير مين، ها؟ اسمه؟ الزمخشري، يمكن يكون الزمخشري، صح الزمخشري، أيوه الزمخشري. وبعدين كان هذا الكتاب لسه يكتب فيه ويجمع، لسه ما بيغوش يعني كان مفتاح، لسه بيجمع الملازم ويرتبها ولسه بيكمل، وهو في خزانته الايه الخاصه ومغلق عليه. فكلف الامام الغزالي جن يحضروا الايه الكتاب من عنده، وجابوا الكتاب الورقه بخط مين الزمخشري، وراح زار قال ما رأيك في هذا الكتاب؟ يعني طبعا ده بيته في مكان، ده في مكان مفيش يعني، ده عنده في بيته خالص. فاطلع عليه فقال والله يعني لولا من خط خطي والكلام كده مش ممكن يعني يقع تشابه كده بين مؤلفين والافكار نفسها حتى الشطبه نفسها، يعني قال لولا هذا لقلت انه كتابي، بس انت جايبه من يعني سبحان الله، انا عندي نفس كتاب ونفس الحبر ونفس، بس ما اقدرش اقول كتابي لانك انت جايبه معاك، وانا داخل من الخزنه وهو جوه الخزنه. فراح قال له انه كتابك هو نفسه، فاستغرب وكيف اخبرته وكيف اتيت به وهو عندي وفي خزانتي؟ قال الان تعترف بوجودهم؟ قال نعم. هم اللي جابوه مش احضر العفريت؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. ده انت مهما بلغت التكنولوجيا العصريه ما تقدرش تنقل، يعني مثلا تبعت ورقه والفاكس كده في نفس الحال في نفس الوقت في اللحظه نفسها تظهر هنا، لكن جسم الورقه نفسه معاك
من يبلغ من العلم انه ينقل الكثافة نفسها مهما كانت ضعيفة في الحال ما وصل الشرك. نعم. الحضارة اللي في القرآن كيف موجود جسم الورقة نفسها العرش نفسه نقل يعني انت ما تقدرش ممكن تبعث الصورة نفسها لا هل لما حيروح الفتح ورق حتى اقصى العالم اللي راح الورقة تبدك انما اللي راح ايه صورة عملش انما نفس الورقة لا انما ايه اللي حصل نقل العرش نفسه ودي بقى مش في قبل ان تقوم مش من مقدور يعني العلم الحديث ولا المتطور لو انت مثلا معك بيت في السودان بيت تقدر تجيبه هنا وإلا ما كانش الناس احتارت ولا بد للحكم من علة مشتركة بينهما وهي إما الوجود أو الحدوث أو إلا مشترك يعني يقع الاشتراك في العلة مثلا إلا رابع لها يشترك يعني الحكم هنا لابد يكون فيه علة في الاشتراك عشان نقيس هذا أنا إما إيه يكون يشترك في إيه يشترك في الوجود أو الحدوث أو الإيه الإمكان في حاجة رابعة والحدوث الوجود بعد العدم والإمكان استواء الوجود والعدم ولا مدخل للعدم في الرؤية ضرورة فتعين الوجود وهو يعني معناها لو سألناك يقولك ولا مدخل للعدم في الرؤية ضرورة ليه بالبديهي أو بالبداع بالضرورة لو سألناك هل المعدوم يرى حتى يكون الجواب لا تدري لأنه معدوم فلو كان الموجود لا يرى لاستوى مع المعدوم إذا مش يجوز رؤية الموجود ده يجب عشان نفرق بينه وبين الواجب عقلي إنه لازم الموجود يرى لأن المعدوم لا دخل له طب لماذا إذا كان الموجود يرى معناها كده نرى كل الموجودات قال لك إذا كان عندك الطاقة وعندك الإمكانيات فلم يخلق الله تعالى إلا إدراك لبعض الموجودات دون بعض يعني ما خلق الله تعالى فيك إدراكا لكل الموجودات بل لبعضها وإلا لما أقسم الله تعالى في كتابه بقوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يعني لو كان أنت تبصر كل شيء يبقى إيه معناها فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون خلاص احنا شايفين كلها فلازم يبقى في حاجات ربنا خلق فيك ادراكها يعني رؤيتها وفي حاجات منعك واحنا قلنا في الجن انه يراكم من حيث والاخره العكس احنا نراهم من حيث لا يروننا جزاء وفاق والاخره خير وابقى ها ماله في الآخرة ممكن نراهم ويروننا المهم يعني في معاملة يعني مقابل شيء إنما هذا ليس يعني بلازم يعني فتعين الوجود وهو مشترك بين الله وبين غيره يعني إذا تعين لتصحيح أو لدليل الرؤية الوجود يعني ما ينفعش العدم خلاص وهذا الوجود وصف مشترك بس مشترك هنا لفظي مش مشترك معنوي يعني لفظ الوجود يطلق على الله ويطلق على الإنسان فيقال الله موجود بمعنى ايه معنى واجب الوجود بمعنى ثابت غير منتفي مش بمعنى انه موجود ممكن تكون اسم مفعول واسم المفعول مش موجود ده موجد واسم الفاعل موجد يبقى موجود ده حتى اسم المفعول على غير القياس ولو واحد مثلا كان في اصول الدين زمان يدرس يقول الله غير موجود بمعنى انه يعني موجود مفعولا بمعنى له واجد يعني لو كان موجودا لوقع عليه الوجود ولكنه هو الوجود مش موجود هو الوجود يعني الثابت قلت موجود فله واجد ولكن ده طبعا كلامك او كلام بتاعه يعني شغل ايه عقولنا تبقى كلمه ايه موجود تطلق بكم معنى اما تكون من اوجده أوجده أصبح له وجود غير معنى غير صحيح وإما يكون من وجد بمعنى عثر عليه بعد أن كان لك شيء كان ضائع منك فوجدته إذا معناها عثر الأرض هذا المعنى لا يقال يبقى إيه المعنى الموجود يعني معناها الثابت يعني أواجب الوجود يعني لها عدة معاني
وذلك لم يرد اسم الموجود لا في الكتاب ولا في السنة ولا لإهامه معنى لا يليق. يعني مثلا لما يكون في اللفظ معنى لا يليق يمتنع. وذلك ورد إيه؟ القديم الأول الآخر في الموجود بس ما حدش يغير اسمه إذا كان اسمه عبد الموجود إنها لها معنى صحيح وهو إيه السابق يعني غير المنتبه المتحقق. وهو مشترك بين الله وبين غيره فصح أن يرى لتحقق العلة وهي الوجود فيصح أن ترى سائر الموجودات من الطعوم والروائح والأصوات وعدم رؤيتها لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها. يعني لماذا لا نرى المشمومات من الروائح نشمها ولا نرى لعدم خلق الله تعالى رؤية خلق فينا إدراك لها بواسطة الشم وليس بواسطة البصر بطريق جمع العادة. وقد استدل على الجواز أيضا بدليل سمعي وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد سألها بقوله تعالى رب أرني أنظر إليك فلو لم تكن جائزة ما سألها وإلا كان طلبها إما جهلا بأحكام الألوهية وإما شفها أو عبثا بطلب المحال. وطبعا ردنا على كلام المعتزلة لما قال إنه عليه السلام سألها لقومه لأنه سألها لنفسه رب أرني أنظر قال لن تراني ولم يقل لن يرونني. والأنبياء منزهون عن ذلك كله وأن الله تعالى قد علقها على ممكن وهو استقرار الجبل والمعلق على الممكن ممكن إذ معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند ثبوت المعلق عليه والمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة فلو لم تكن ممكنة لزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. إذ الحق سبحانه وتعالى علقها على ممكن اللي هو استقرار الجبل. واستقرار الجبل أمر ممكن ليه؟ أن الله تعالى يقول في آخر آية في جعله فالجعل هذا فعل والفعل معناه يجوز للفاعل المختار أن يكون قادرا على الفعل وأن يكون قادرا على الفعل فكم ممكن ربنا سبحانه لم يجعله كذلك يعني يتركه على إيه؟ على استقراره أو على تحركه جعله يتذكر يعني الجعل ده أمر إيه؟ خلقي يعني أمر وجودي يستوي فيه إيه؟ الوجود ويستوي فيه عدم الوجود. فهذا دليل آخر على أن استقرار الجبل ممكن والمعلق على الممكن ممكن خلافا لما قال المعتزلة إن تعليقها على استقرار الجبل أمر مستحيل لأنه لا يمكن للجبل أن يستقر حال تحركه. فقلنا إن المستحيل هو اجتماع الضدين أو اجتماع النفذين الحركة والسكون أما كونه متحرك ثم يستقر أي يسكن هذا ليس بمستحيل وأنت تكون متحرك وتسكن وتكون ساكن وتتحرك إنما الممنوع اجتماع وما قيل من أن سؤال موسى عليه السلام لم يكن لتحصيل مطلوبه وإنما كان لتعليم قومه أنها ممتنعة حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لا هم حدث منهم أنهم علقوا إيمانهم بالله تعالى على الرؤية خلافا لموسى أنه طلبها شوقا وحبا وتعلقا بعد أن آنسه الله تعالى بالكلام وطمع بالمزيد. ولذلك قال رب أرني كلمة لن تراني زي ما قال الرازي تفيد على النفي عن السؤال في هذا الوقت ولا تفيد بأن الرؤية مستحيلة أو ممتنعة دائما وأبدا تفيد في الوقت ده لن تراني ليه أي في الدنيا لأن ما أعطيتك من طاقة وتمكن لا يجعلك تتحمل فانظر إلى الجبل الذي هو أقوى وأقسى صلابة منك لم يتحمل لما تجلى فكيف بالإنسان والله تعالى يقول وخلق الإنسان ضعيف. أما في الآخرة سيبدله الله تعالى كما قال الإمام مالك بأبصار باقية قوية وبألسان غير الأجسام يعني حيتبدل شيء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيصبح هناك دار
فيها ايه يهيئ الله تعالى فيها العباد لهذا الامر بخلاف الدنيا فانها لم تبنى على ذلك. ولو وقعت كما قالوا لو اجابهم الله تعالى اي بني اسرائيل بطلبهم لما كان هناك معنى للايمان، لان الايمان هو ايمان بشيء غيبي. لو راوه عيانا بايه معنى الايمان؟ ولا نسلم ان المعلق عليه ممكن، بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. فجوابه ان كل من ذلك خلاف الظاهر، فلا وجه للحمل عليه، على ان قومه ان كانوا كفاهم قوله لهم انها ممتنعه، والا لم يصدقوه في حكم الله بالامتناع. فالسؤال مش ساعه الرؤيا، هو لازم يلزم ما كانش موجودين ساعه سؤال سيدنا موسى لربنا انه اعتذر. بيقول ان سيدنا موسى سالها بناء على سؤالهم، مش لازم يكون ساعتها. قبل ذلك كانوا يلحقوا عليه ويسالوه ويقولون له يا موسى لن نؤمن لك حتى كرم الله تعالى جهله. ونكتفي بهذا، والله تعالى اعلم، ونكمل ما تبقى في الدرس القادم. بس السؤال المفروض ما يكونش كده. احنا اثبتنا رؤية الله تعالى من غير مقابلة، مش كده؟ ومن غير شعاع ومن غير مسافة، تمام كده؟ وكذلك الكلام من غير حرف ومن غير صوت، ده لازم يكون السؤال كده. ما تجيبش الضد. الحكم يعني شوف كده ايه، اثبات الرؤية هو نفس اثبات الكلام. يعني ما اختلفناش. لما اثبتنا الكلام نفينا الحرف والصوت والكتابه وكله. ولما اثبتنا الرؤيه نفينا اللوازم كلها. يبقى اثبات الكلام من جنس اثبات الرؤيه. فكيف انت تيجي بعد كده تقول لماذا لا تجوزون؟ ده لو كنا قلنا الرؤيه بجهه ومقابله كان تسال السؤال ده. ليه تيجي في الكلام تقوله مش بحرف زي ما قلت في الرؤيه؟ كان المفروض السؤال كده. تعادلت ولا لسه؟ انت لسه قول عبدالهار لسه. احنا لما اثبتنا الرؤية نفينا المقابلة والجهة والشعاع والمسافة، كده؟ يبقى المفروض لما نثبت الكلام ننفي نفس اللي نفناه في الرؤية، اللي هو مثلا بس بالنسبة للكلام هيبقى حرف ولفظ وكتابة الى اخره. فزي ما عملنا في الرؤية عملنا في الكلام. فلو كان احنا جينا في الرؤية واثبتنا المسافة واثبتنا الجهة والمقابلة وجينا في الكلام نفينا الحرف والصوت، هيحتج علينا كده؟ تعدلت بس تمام كده هم متناقضين، معناه احنا مش متناقضين، ده احنا نفس الحكاية اللي عملنا هنا عملنا. وبعدين خد بالك في حاجتين، في جهتين
يعني مثلا لما احنا قلنا ايه فاكرين لما اتكلمنا على موضوع انه نعلمه في غير جهة فنراه في غير جهة كده، وقلنا كذلك ان كلامه من غير صوت ومن غير حرف ومن غير كتاب وكل هذا. جينا في حديث الصورة قلنا الصور دي رغم ان هي تنزل حق قطعا عن الصورة وعن الحيض وعن المسافة، ومع ذلك يتجلى فيها تمام، وفي نفس التجلي هو منزه عنها حتى في حال الايه التجلي. كذلك في حال ظهور كلامه في الأصوات والألفاظ فهو منزه عن اللفظ. يبقى إذن الصورة دي دلتنا على الايه على المرئي وليست هي الايه المرئي، وكذلك الألفاظ والحروف والأصوات دلتنا على الكلام وليست هي الكلام. واضح كده؟ فاحنا مش متناقضين.